السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حنا جينا هون عند البلديه نطالبوا كان مسؤولين ونطالبوهم كاملين. علاش طالبوهم بالعمل ديالنا؟ لانهم يعوضوا لنا المسائل ديالنا اللي قطعوها لنا. يعني مثلا هذه 6 شهور وكاين الناس اللي مقطوعه لها شهرين، وكاين الناس اللي مقطوعه لها سنه، وكاين الناس اللي مقطوعه لها عامين ثلاثه، وهنا كيتلاعبوا بهذا الشيء. حنا بغينا نعرفوا المسؤول ديال هذا التراب هذه شكون. مشينا عند العامل قالنا قسوا الناس ديالكم، قسناه مشينا جينا نلوذوا الاعضاء، ها هما ما لقيناهم، رينا وحدين صراحه. جينا رئيس البلديه ما ريناه، وعدنا به نهار السبت نجح في الجمعه، وعدنا به نهار السبت. هذا الشيء ما عرفنا شنو هو، وحنا نبغوا اليوم قابلته توقف على حقها وتوقف على تناظر عليه بان الدوله المغربيه عاطتها حقها وحقها كامل جاي عندها، ما فيها بالنسبه للشوارع ديالها، بالنسبه للفلاحه، بالنسبه الناس طمعوها يكذبوا عليها يقولوا لها ديري جمعيه والله ديري تعاونيه، احنا اللي نقفوا معاك. وهذا الشيء اللي شفناه لا الكذب. ونقول نبغي نقول لابناء ايتوسا والله ايتوسا كامله توقف وتناظر على حقها، والله تخويها التراب تمرق دوله لبنان ثانيه، دوله ثانيه تمرق لها صافي، انه اسح نخلوها لهم. وهذا الشيء رانا نبغوا نحيوا النضال ونتموا صمود، ورانا معاهم هون نشوفوا فك الله الوحده ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.